سلمان، هذه منار موظفة جديدة عندنا في القسم، بك تدربها وتعلمها صور الشغل. ولعلمك إذا أنت أخذت إجازتك السنوية ترى هي راح تمسك رأس القسم مكانك. الله يغثك يا أبو صالح مثل ما أنت غاثني. إيش فيك محتفز والمدير إيش قال لك؟ تصدق مناديني عشان أدرب أحد عيالي على الشغل؟ لا وأشكره قاعد يقول لها قدامي إن طاعت إجازة بتستلمي هي القسم. هذا اللي كان ناقصني. فوق المغثة وعدم التقدير قاعد ينزل من قيمتي كذي. هو يدور عليك الشارة وأنت أدرى. زهقت من هالدوام وطقت شبدي. استاذ السيستم داون، ما يخالف اطلع مبكر اليوم؟ شكرا. يلا خلنا نحاش قبل الزحمه. كنا عنده اشياء حلوه، خلينا نشوف جناطه. والله خوش شنطه، جناطة ذربة والله. حبيبتي شنو الكولكشن الجديد عندكم؟ هناك حبيبتي مو هنا. اي اوكي. خليني اشوف واروح. شوف. انتي ما تقولي لي علامك من ساعة تمشين وتطالعين بهالساعة، ترى ما مدامنا تونا داشين. يبا ما ابي اتأخر. مالي خلق مشاكل مع فواز. ما لي خلق مشاكل مع فواز، سكت الله يخليك، انا بروحي اسمه يجيب لي حارج يغثني. اقول انت كم عمرك؟ وش حقيبه تعرفين عمري؟ لا بس قلت نسولف عشان الوقت يمر. اعتقد المفروض الوقت يمر بالشغل مو بالسوالف. زين وين الشغل اللي بتعلمني عليه؟ من قعدت وانت ما ادري ايش فيك؟ كأنك مو شايفني. لا بلا شايفك، بس خلي اخلص اللي بدي واتفرغ لك. زين تكفى، خلنا نشوف ايش قاعد تسوي. رجاء اختي لو سمحتي ما احب احد يتعبث بشغلي. هاله؟ ما شاء الله. دقيت عليك كم مره ما ترد علي. قلت هيك المكتب وافاجئك ونطلع نشرب كوفي ويا بعض. بس الظاهر وايد مشغول. فيك جبت هذا الخبز بغدي البنات بس طلع كله منتهيه مدته، واللي عافيك روح بدله من جمعي وهذا حقك ان شاء الله. ما تقصر ترى البنات ناطرين ان شاء الله. لا تتاخر عليهم. ناديه شوي طالع لي، ايش تبي؟ انا صبري عليك بدا ينفذ، ولي خلص صبري ما راح يحصل لك. طيب انا اللي صبري عليك نفذ وخلص، ايش تبي من عندي؟ ليش كله لاحقني؟ ليش ما تنساني وتخليني اربي بناتي بهدوء؟ انساك؟ اصلا انا ناسيك من زمان، انت على بالك انا ميت عليك ولا شنو؟ لا يبا لا، ترى انت متوهمه. عيل ليش ملاحقني من مكان لمكان؟ كل ما التفت صوب لقيتك قدامي. ابي بناتي اللي حرمتني منهم. بناتك؟ بناتك اللي من انفصلنا للحين ما صرفت عليهم فلس واحد؟ بناتك اللي ما يذكرون منك الا طولة لسانك وطولة ايدك؟ هذيل بناتك الحين يا تبي بناتك؟ نادية
انت لازم تردين البيت. قعدتك هني بشقه بروحك مع بناتي ترى مو جايزت لي. بيتك اولى فيك. بعدين مو من حقك تحرمين امي من حفيداتها. هالبيت اللي تقول عنه انت هدمته بيدك، ومو انا اللي حرمت خالتي، انت اللي حرمتها من حفيداتها. ويتراوالي احسن لك تروح تتعالج بمصح، وبعدين تعال قول ابي بناتي. يعني ليه تعالجت؟ تردي لي ناديه؟ ما ارد لك انا، خلاص ما ارد لك، قطنا وشلني من اذونك، انتهى اللي بيني وبينك خلاص. ناديه! ايش فيك؟ ايش فيك انت؟ لو بدري انتش هدي هدي خبر ان اللي شعلها يما هدي قسما بالله راح ادفك وانت حية هدي يما يما ايش فيك قاعد تبكين ابوي طقت خلي احط لكم غدا يوعانا يما امشي ها ايش رايك شوي حلو اي ما حلو ايش رايك وايد حلو عليك ها اتوكل على الله اخذه يما دام عاد مش خلاص اخذه اي والله باخذه لان صراحه هالايام ناويه امشي اسوي رياضه شنو في منه الوان في هذا وفي السيلفر بعد خلاص اعطيني البني اعطيني السيلفر بس مو تعطيني المعروض ابي جديد ان شاء الله على ابنك خلاص يما يلا ابي امشي انت ايش فيك لا تقعدين تحنين على راسي ترى انا ما مداني توني قاعده افتر يما يرجع الحين فواز من الدوام وما يلقاني يسوي لي مشكله وان شاء الله لا يكون سي السيد فواز يبيك تغسلين ريوله وتوكلينه بعد اقول عزي نفسك شوية، لا ترخصين نفسك على الريال. خليش نفس أمك كذي قوية. يما ولو. ريم حبيبتي. حبيبتي متى يصير عندك كرامة شوي؟ وتبطلين تدزين هالمسجات التافهة حق واحد ما يرد عليك. نوف لا تحنين. أنا بروح راسي راح ينفجر عسى إن شاء الله راس اللي ببالي قولي آمين لا تدعين عليه بعد تدافع عنه أنا تعبت نوف مو عارفة شنو أسوي أدق عليه ما يرد أدز له مسجات هم ما يرد مو عارفة شو الحل إذا أنا عندي الحل بس أنتي ما تسمعين كلامي ترى أنا من صجي وهم أنا من صجي سمعي تحقرينه وما تردين عليه وانت اللي تزعلين مو هو ازعل على شنو تزعلين على شنو ريم حقرك وطنشك ورحتي مكان لقيتي موجود شنو يعني مره واحده اخذي موقف لانك ما تعرفين بسام مثلي بسام انسان ذوق وكلاس وايد حساس طبيعي راح يزعل وراح يغار علي اذا شافني في مكان زحمه مثل هذا وتبين الصج انا مستانسه انه يغار علي كذي صج والله صج اقول لك يا حبيبتي عمري انا غلطانه اني انا قاعده عندك وغلطانه اني انا مريتك تصدقين انا ما عندي سالفه وخلي بسام هذا يفيدك بتنينيني بتنينيني فيني كذي والله أحس إني راح أختنق اسمعني وخلنا نتفاهم واللي تبيه راح يصير بس تكفى لا تخليني كذي تكفى رد عليه وغلاتي عندك رد عليه
أمال، أمال، عصام، ها، ماريا، ماريا، ماريا. نعم بابا. بابا وين ساعة نانيك؟ ماما وين؟ ماما كبيرة تلا برا. وعصام وين؟ عصام بعد تاكد برا. في غدا ولا ما في غدا؟ ما في غدا. خلاص روحي روحي. راحت هاي. حلو. الجهاز مغلق او خارج من طاقة. جهازها مغلق. هلا سمعيني. هلا هلا سمعيني بس، سمعيني بس خليني اكلمك. ترى انت فاهم الموضوع غلط، مو نفس انت فاهمته. خليني اشرح لك. سلمان خلاص ما بيسمع منك شيء. يا هلا حبيبتي، انت هذه موظفه جديده عندنا والمدير طلب مني ان انا اعلمها الشغل. تبين اقول له والله ما اقدر؟ ليش انا زوجتي تغار علي؟ انا ماني عارفه انت ايش حقه تغارين. هو ايش فيها؟ ترى ولدي جميل، بسم الله عليه الرحمن الرحيم، يعني ترى مو بيده ولا ذنبه ان البنات تتحذف عليه. بعدين كل الرجال كذي عادي. انت اهدي وصلي على النبي وذكري ربك، اهدي شويه لا تخربين بيتك بايدك. اعتبريها نزوه. نزوه؟ يعني سلمان وهالبنت بينهم شيء انا ما ادري عنه. يا هاله لا يروح مخك بعيد، لا تظلميني، ترى انا احبك. اي ظلم يا خرابيط؟ اخر شيء توقعته منك يا سلمان انك تسوي فيني كذي. وايد اوفر، وايد اوفر هذا فيكم. معصب عليه. ما بعد ما الله يهداك، بروح مفتشل تسوي له حركات فشلينا زوج قدامنا. انت مالك شغل؟ تحلك منهم. تعال تعال بس عدل سنابي، تعال تعال. انت مسوي سناب؟ اي هو ليش ما عندي سناب؟ ايش فيني قاصر عن الناس؟ حالي حال خلق الله. صاحب الوالده. خلنا خرب شيء تعال. معك. شو الفلتر هذا؟ ايش فيه؟ اذاني. اي اي حط هذا وحتى بعد بالقلوب، انا احب القلوب. انا متهلف الوالده. ايه يعني ايدك الكسر يا محمود، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اقول يما شلونك؟ اخبارك؟ زين لحقت عليك قبل لا تنامين؟ اول شيء انت ليش داشه علي بدون ما تطقين الباب؟ ليش ما تستاذنين؟ ليش مخرعتني وانت داشه؟ هدوي ايش فيك؟ بعدين انا مو غريبه، انا بنتك، ليش بطق الباب؟ ادري انك بروحك. وشنو يعني؟ اذا بروحي خلاص ما عندي خصوصيه، صارت حياتي سمردحه، ما اقعد خمس دقائق تخلوني افكر بروحي بدون مشاكلكم وبدون طبتكم علي اللي تخرعني. انا الحين بس بسالك سؤال واحد، في كتاب كان بداري انت ما اخذته؟ اي كتاب؟ كتاب روايه انا اقراها. اي انا ما اخذته. اي ليش؟ ليش يتراوالي انك قاعد تقرينه بدون ما حد يدري وبالخش والدس، عشان كذي قلت خلي اشوف ايش قاعد تقرين. يوالمك، يوالم عمرك، يوالم مجتمعنا، لازم اكون عارفه، صح ولا لا؟ اصلا هالروايه هذه بالانجليزي، انت ايش عرفت؟ لا وانت شايفتني قدامك جاهله ولا اميه؟ انا خريجه جامعه واعرف انجليزي، ولو ما اعرف اجيب لي مترجم يترجم لي واعرف شو اللي قاعد تقرينه. أهم شيء عندي الحين أبي الرواية أنا، لأن أصلاً هي مو مالتي، مالت رفيجتي، ولازم أرد لها إياها. حاضر من عيوني التنتين، بس خل أشوفها وشنو اللي فيها وأردها لك برسم الخدمة. الظاهر أنت مو بالدنيا، بعدين أنا إذا بسوي شيء غلط ولا إذا بشوف شيء غلط النت موجود ومتاح حق الكل بعد، بس أنت لازم تكونين واثقة فيني. الله يا مهي
انتي كبرتي وطال لسانك. انتي اللي سويتيه وايد غلط، ما كان المفروض تدشين داري وتفتشين باغراضي بدون ما تقولي لي، وبعدين مثل ما قلت لك هالروايه مو حقي، حق رفيجتي ولازم ارد لها اياها. انا ما دشيت دارك عشان افتش باغراضك، انا دشيت عشان اسنع الافسه اللي انتي مسويتها، وهذا المفروض شغلك مو شغلي. بس صرت لك ام وابو خدامه ومو عاجبك ها؟ انا ماني صغيره، ومن اليوم ورايح انا اللي راح ارتب داري. ايه انتي منتي صغيره، بس انتي منتي كبيره، وانتي مسؤوله مني قدام المجتمع وقدام رب العالمين. ايلش خالتي انا ام، ام بس كذي؟ ما اراقبك واعرف ايش قاعد يصير من وراي؟ مو يمكن انتي قاعد تسوي شيء يضرك ويضر مجتمعنا وديننا وكل شيء؟ انا لازم اراقبك ولازم اعرف انت ايش قاعد تسوين، اتحاسب عليك انا يوم القيامه عند رب العالمين. ترى انت بطريقتك هذه راح تخليني اسوي وايد اشياء غلط من وراك. كم ولا كلمه ولا تزيدين بعد، طوفتها لك قبل شوي، تدلفين تروحين دارك ولا تشوفين مني شيء عمرك بحياتك ما شفتيه. عطيت شوي انا والله طلع لها لسان بنت محمود. زين يبا كلمني عن اخواني. شو اقول لك يا بنيتي؟ اكلمك عن سلمان؟ سلمان يوم انه صغير شلع قلبي، ما ينقدر، ما اقدر عليه. اللي بغيت اطلع ابدا يلحقني، الا بيطلع وياي. يا يبا انا مرتبط، عندي اشغال، ما اقدر اخذك وياي اليوم، خلها وقت ثاني. ابدا لها، وعاد امه وداد. الله من فضلك تلقاها فرصه تقول اخذه وياك، ما يصير، هذا ولدك العود لازم تاخذه وياك. ويوم يا اخو فيصل قامت تدزهم اثنين اثنين اثنين، اخذهم وياك. يبا ما اقدر، عاد انا تنازل واخذ الكبير، بس الكبير لو اخذ الصغير وايد احسن منه. الكبير ما يخلي مكان الا يبي يشوفه، وما يخلي شغله الا بيسال عنها، وانا بس متحمل. زين يبا خالتي وداد شلون يعني تعاملها كانت وياك، زينه مو زينه؟ خالتك وداد تبين الصج هي فيها قشاره، بس يعني لو عرفتيها زين ترى هم فيها طيبه، صغيره يعني، بس شو يسوي الواحد؟ يعني شويه حاره وعصبيه ما تنهمل، عشان كذي انا الحقيقه ما تحملته. واللي صار بيني وبينها كتبة رب العالمين. هلا نوف. هلا ريم حبيبتي، شلونك؟ حبيت أطمن عليك قبل لا أنام، ما صار شيء جديد؟ ما دق؟ لا ما دق. نوف تخيلي اتصلت فيه وايد ودزيت له مسجات يقراهم وما يرد علي، أحس إن قلبي راح يحترق. لا تقولين كذي، إن شاء الله باكر أشوفك كل شيء ينحل. الله يسمع منك، أنا وايد ضايق خلقي وايد مو شوي. ما علي حبيبتي، هوني هون تهون. اليوم تزعلون باكر ترضون؟ ان شاء الله. تصبحين على خير حبيبتي. يلا وانتي من اهله. باي. يا ربي انا شلون تسببت لها كذي مشكله؟ لازم اشوف حل، ما ارضى اشوفها كذي متضايقه. ولا لو عليه قطع طقاق اللي طقه صنبي الفكه انا. عشان كريم بسوي اللي اقدر عليه. بسام انا وايد اشتقت لك، ترى طال الزعل، وانت تدري اني انا
ما أقدر أبتدي يومي من غير ما أسمع صوتك. تكفرد علي، خليك يمي على طول. وايد أحبك. ما شنو هذا؟ هذه الرواية اللي خذيتها منك يما. ايش تبيني اسوي فيها؟ كيفك؟ تبين تقرينها، تبين تحرقينها، تبين تردينها حق رفيجتك اللي قلتي خدتيها منها، اللي يريحك يما. يما انت للحين زعلانة مني؟ انا مو زعلانة منك. انا زعلانة من طريقة الكلام اللي حاكيتيني فيها، وشلون معصبة علي وتطولين لسانك يا يما. يما أنا آسفة. تعالي يما، تعالي حبيبتي، تعالي قعدي قعدي. أنا بقول لك كلمتين أبيك تحطيهم حلقة بذونك. أنتي صح يا يما، صح كلامك كله عدل. أنتوا بزمانكم كل شيء متاح، عشان كذي أنا ربيتك عدل ولازم أثق فيك. أنا ما المفروض إني أكون حارس عليك، لازم أنتي تكونين حارس على نفسك، تعرفين الصح من الغلط. مع ان ايام اول امهاتنا تكون علينا حارس واكثر من حارس ونتقبل، بس انتم ما تتقبلون الحين. انا صدق ما ربتني ام، بس اعرف مسؤوليات الام واعرف ايش كثر تتعب بتربيه عيالها. شوفي المكياج اللي حاطته الحين انتي يما، ابد مو مال عمرك. انا بعمرك ما خليت شيء على وجهي، ما حطيت مكياج الا يوم تزوجت. انتي كذي قاعده تخربين بشرتك وانتي ما تدرين. لاحقه يا يما، لاحقه على كل شيء. احنا قبل نتقبل النصيحه، بس انتوا الحين لا، كله تحسبون ان اللي قاعد نسويه قاعد نتدخل بحياتكم ونتحكم بتصرفاتكم. بس لازم تعرفين يا يما ان الام والابو ما يبون اي احد افضل منهم الا عيالهم. يبون يشوفون عيالهم بأحسن مكانات وبأحسن مراتب وبأحسن صورة، بس أنتوا تحسون هذا تحكم، تحسبون أننا بنتحكم بتصرفاتكم. هذه مشكلة كل أم وأبو بالدنيا يا يما. بس شنقول، الشكوى لله. الله يهديك ويصلح حالك يا يما، الله يحفظك. فواز انت زعلان مني ليش اني تاخرت مع امي؟ كانت تعرفين السبب؟ ليش تسالين؟ بس امي احتاجت شويه اغراض وما عندها احد غيري تروح معه. امال كم ساعه قعدتي بالسوق ويا امك؟ وايد. بالوقت هذا ما فكرتي ان انت عندك ولد وبيت وريل تسالين عنهم؟ انا مو مهم. ولدك. ما فكرتي تهتمين بولدك؟ ما فكرتي تسألين عن ولدك؟ ولدك واصل مرحلة ما يبيك، حتى لما تين تبين تنومينه يبكي يبي الخدامة. أمال أنت ما تغارين على ولدك، ما تغارين على وناك. فواز، أنت بديت تمليني ترى. ما يصير كذي، معيشني بصراع نفسي بينك وبين أمي. لا 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 لا، اهدي اهدي، حددي كلامك عدل. أنت عايشة صراع نفسي بين بيتك وبين أمك، مو بيني أنا. خلاص عاد،
ترى صدق مليت، ما يسوى علي اطلع وارجع تسمعني كلام مثل السم وتزفني. خلاص انا هذه حياتي، انا متعلقه في امي وانا وحيدتها وما اقدر ارد لها ولا طلب. عاجبك عاجبك، مو عاجبك كيفك. دش يا يما. يما أنا آسفة. هذا حقك يما، صدقيني انا عمري ما اسوي شيء يضايقك. يما انا من وعيت على الدنيا مالي غيرك، انتي امي، انتي صديقتي، انتي اختي، انتي امي. انا اسفه يما، صدقيني عمري ما راح اسوي شيء بعد ذلك، ولا راح انزل ولا دمعه من عيونك. اذا سامحتيني راح انام عندك، إذا ما سامحتيني راح أروح أقوم داري. دوي سامحتيني؟ شلون يما ما سامحك؟ شلون؟ وأنت زي أعز شي عندي بالدنيا. صباح الخير حبيبتي. أدري إنك قاعدة. هلولا، يهون عليش تمين زعلانة علي كذي؟ تدري إني مستانس إني زعلانة؟ هذا يعني حب، حب وغيرة. أنتي تحبيني وتغارين علي، وخوفك إنك تخسريني أكبر من حبك لي. هالشيء مفرحني وايد. يعني أنت مو عارف غلطك عندي شلون؟ أنت اللي مو عارفة شنو غلطك عندي. هلا أنت مو بس زوجتي، أنت حبيبتي وصديقتي وكل دنيتي. أنا عمري ما راح أطالع واحدة غيرك. أنت تارس عيني وقلبي بعد. صج؟ تضحكين ها؟ عقب ما ضحكتي علينا العالم أمس. بعد شو أسوي؟ ذبحتني الغيرة. دام ضحكتي أنا شي الحين ارتحت وإذا أروح دوامي وأنا مرتاح. تروح الدوام ما قلنا شيء. بس البنت هذه خليك بعيد عنها، لا قوم ادفنك انت وياها. اي بنت؟ سلمانو، لا تسوي روحك غشيم. الحين انت تسمين هذيش بعد بنت؟ ايش فيك انت؟ اصلا مالي شغل فيها، ولا راح اكلمها وبقول لهم يشوفون لها موظف ثاني غيري هو اللي يدربها. كله ولا زعلك يا بعد عمري. اي كذي؟ هذا الريل اللي اعرفه. اذا عطني الورد عاد تحطه بيدك ليش؟ شلون حبيبتي؟ والله يا هذه. بس هذه؟ يلا اعطيني هذا حط لك اياها بالمزهريه. هاك
انا ناطرش لان اليوم بوصلك الدوام. بحش تبين؟ ان شاء الله. يلا بس بدل ويلي. انا بالصاله. زين والحل مع الموضوع هذا؟ شنو تبيني اسوي؟ شنو في ايدي اسوي وما سويت؟ ما جرت تكلمين امك؟ لا نوف، ما ابيها تحاتي معي اكثر. هي حاسه ان انا وضعي مو طبيعي. تعذرت لها بالجامعه والامتحانات، وخصوصا ان انا ما اعرف ارضي من سماي مع بسام. عسفري ما ادري ليش حاسه بتأني بالضمير انا. لا لا لا، انا كلش ما الومك، انا غلطانه. المفروض ما اطلع من البيت الا لما استاذن منه واكلمه، لان انا اكثر وحده تعرف طبايعه والمفروض اداري. بس نوف، انا ما توقعت بسام يكسى علي كذي. لا تنسي انه هو تحدى امه عشان ياخذك، يعني ما راح يتخلى عنك بهالسهوله. بس انا عندي فكره. انا ادش بينكم واحاول اصلح الموضوع. شلون؟ تعطيني رغمه وادق عليه. بس هو اذا درى منو اللي داق عليه راح يصك التليفون بوجهي. وانا اذا صك التليفون بوجهي فهو تدري لا انا واطنه ولا هو يواطني. ما كل اروح له شركه. سجنوف؟ بتسوين هذا عشاني؟ اي اكيد بسوي هالشيء عشانك، انت ما تدرين شغالاتك عندي. انا احبك وايد. والله نوف، عمري ما راح انسى هالموقف طول عمري. حبيبتي انت، ولا انا راح انسى احلى عروسه بالدنيا. عمري. يلا شايك. لورا، امس بابا فيصل جايب سمك. هذا سويه دهن. عرفتي ولا عيد؟ سمك سمك. فيش ماما؟ اي اي فيش سويه هذا دهن كذي زين؟ صباح الله بالخير يمه. هلا هلا يمه. هلا حبيبتي. صباح الخير خالتي. هلا. اليوم راضي عليك المسعدة؟ هذه مرتي وحبيبتي، ان شاء الله دوم راضي علي. اي ما عرفتك حبيبتي. انا بستأذن. ديري بالك حبيبي ها وانت تسوقين؟ ان شاء الله. يلا راح اشتاق لك. ديري بالك شو تفكرين فيه وايد. يا عيل اخر زمن. امس مشخطه فيك وشاكه فيك ولسانه ومعصبه عليك، واليوم جايب لها ورده وكاشخ فيها كذي واقف. سجله قالوا. يا عيل اخر زمن. تامريني على شيء يمه؟ مشكور. ما ابي منك ورده. فما الله يمه. مع السلامه. يا لورا. يس ماما. ماما قلت لك هذا عيل سوي هذا بقبق ووتر ووتر، سوي بقبق كذي وخلاص. تعالي تعالي بقول لك شيء. وي شنو؟ صفي الحين الشيء المكتب الحين بقول لك شيء. وراك سالفه؟ اي سوالف وراي سوالف. ايش فيك؟ راح اطلع الدوره، كلمت المدير قلت له الحين انا سنين عندكم ولا مره خليتني اطلع دوره وكل الموظفين قاعد يطلعون ووافق. الحمد لله. بس زين سويتي، والله لو مو متكلمه كان مو محصله ولا شيء. هالايام اللي ساكت عن حقه ما يحصل شيء. وانتي الصادقه واي مستانسه مستانسه، مو مصدقه اني راح اغير هالروتين واطلع من هالمكان كم يوم. يا حظك. يا حظي؟ بعد بتحسديني؟ لا حبيبتي ان شاء الله يوم لك. عقبالي ان شاء الله. اي والله ابي شيء اغير جو وافرفش برا. عاد بي لكم انا فريش وحده ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. حبيبتي. الو؟ ان شاء الله جاي. بس خلاص زهقت منه ومن سوالفه. ما خلص انا منه. هدي هدي. ماني مهدي ولاني ساكت. يقول لي التغرير اللي قدمته فيه اخطاء نحو. ادري ليش قاعد يسوي كذي؟ كل هذا لين رفضت تدرب هذا اللي اسمها منار.
مع ان القسم مو محتاجه ومكتفين اساسا. ما يخالف طول بالك. ماني مطول بالي ولا ساكت، بس خلاص طقت شبدي من هالمكان. قصر حسك يا معود، صوتك واصل اخر الممر، هذا شيء مو من صالحك. انا ادرى الناس بمصلحتي، الظاهر هو نسانا من ولده، انا ولد ابراهيم السندي العود. ولي هذا بعده نايم. محمود؟ يا محمود! نايم نايم، ايش تبين؟ يلا قوم يا يمه، قوم اترك عنك النوم. عندي طلبيات يا يمه، ورق عنب ابيك توصلها. المندوب سيارته خربانه بالقراج. ويا يمه لا تفشلني، ترى هذول زبايني من زمان. قوم يا يمه. يعني انا اشتغل عندك مندوب ولا سايق اخر ابو العيال طول العرق ومرانا اوصل ورق عنب ما ادري ايش اوصل. يا يمه قوم، الطلبيه هذه حق الوزاره، الظاهر مسوين حفله حق مديراتهم بمناسبه تقاعدها. قوم يا يمه، يبونا في الوقت المحدد. وبعدين تعال بقول لك، انت وراك مسؤوليه؟ ما وراك مسؤوليه ولا شيء، لا عيالك موجودين في البيت ولا مرتك. والورق هذا يا يمه هو اللي معيشنا ومخلينا مو محتاجين حق الناس. يلا قوم قوم، ترك عنك ابليس وقوم. لا ونايم بعد بالدشداشه مالته. قوم اكشف والبس القطره والعقال، مو تلبس القبعه هذه اللي ما عندك غيرها. يلا قوم قوم يلا. محمود ما تقوم؟ زين ما زين. شفيك انت على النوم؟ جنني هالولد، شفيك انت على امك كذي؟ كل يوم تبي فلوس فلوس فلوس، من وين؟ مو مكبر المخده ونايم؟ يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. مو طاعك الزمن ولا طيعك، لا. طاعك ورق العنب ولا طيعك. أوف.